أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا لي حساب في بنك الربوي حيث ينزل عليه الراتب، فهل علي أن أغير هذا البنك أم أنه مثل غيره من البنوك، علما بأنني لم أستفد منه غير إيداع راتبي فقط ثم أسحبه؟ إذا كان أنك ما تحصل على راتبك إلا من طريق البنك والجهة اللي تعمل فيها ما تعطيك راتبك وإنما تحوله على البنك، فأنت معذور، لكن تأخذ راتبك أو تودعه عندهم وديعة بدون فوائد، تودعه وديعة بدون فوائد لا بأس. نعم.